والآن ننتقل إلى تونس الخضراء مع الأستاذة هادية عامر الرياحي، قائد ومؤسس فريق مهارات القرن 21 بالعربي تونس. تفضلي أستاذة هادية. أولا الشكر الجزيل أستاذة شيرين، والشكر الجزيل والموصول للأستاذ فوزي. يعني معرفتي بكم لها مدة طويلة، وأنا سعيدة جدا أن أتواجد بينكم. أولا كهادي الرياحي، باعتباري أول ما تعلمت الحقيقة مايكروسوفت، خليني أقول الكل يعرفها من خلال أسبوع العربي للبرمجة، ولكن عرفتها من خلال مايكروسوفت وقت الكورونا. الأستاذة وداد الرزقي التي انطلقت في أول مبادرة عربية تونسية، بدأت من دار القرن الصغاري وأصبحت عربية على مستوى التدريب على أدوات مايكروسوفت في وقت الكورونا، وكان هذا ربما أكثر شيء دفع بنا إلى العمل على أدوات مايكروسوفت. صدقا كنت أعمل مع المدرسة الرقمية مع الاتحاد الأوروبي، ولكن لم تكن لي علاقة كبيرة بأدوات مايكروسوفت. ثم كان لي أول تدريب أيضا مع مايكروسوفت، ولكن لم يكن مع فريق عربي ولا تابع الجمعية التونسية للمبادرات، كان مع مايكروسوفت بنغلاديش. والحقيقة هذا يعني ربما أكثر تدريب أشعر بالسعادة حين أتذكره، لعدد الحضور الكبير الذي كان معنا يوما، ولأني اضطررت أيضا للتكلم باللغة الإنجليزية باعتبار أن الحضور لا يفهم العربية ولا الفرنسية التي أدرسها. هذه الأحداث الجوز أثروا في كثيرا. ثم كانت الانطلاقة الرائعة مع تكنوجيك سوهاج وتدريبات تكنوجيك سوهاج مع توأمي جازي العبيدي، وكنا طبعا والحمد لله تقريبا كل القادة هنا لنا معهم تجارب كبيرة، يعني فنحن مدرب معتمد لدى كل الفرق العربية تقريبا والفرق الفلسطينية التي ندين لها بالكثير، وكل الشخصيات هنا تعرفنا كتوأم تونس. أردت أن أتميز اليوم بالتحدث عن مهارات القرن 21. لماذا؟ لأنه بالفعل الفريق العالمي بالنسخة أو بالنكهة العربية الجميلة. ارتأيت وأنا أدرب مع الدكتورة أوش في الفريق الأم بالإنجليزية، شعرت أنني أخذ حظ وفير في غياب العرب البقية. أنا من تعود على التدرب والتدريب مع الفرق العربية، أحسست بأني أخذ كل الأضواء ولا أخذ بيد أصدقائي، فاقترحت على الدكتورة أوش أن يكون لها أول فرع في الأكاديمية الإنجليزية هو الفرع العربي، وبظللنا أشهر 7 أشهر أذكرها باليوم ونحن نتناقش للحصول على الشارة الخاصة بالفريق العربي وبكل امتيازات الفريق الأم الفريق الإنجليزي. والحقيقة كانت سعادتي كبرى، لأني أردت أن أتقاسم النجاح العالمي مع النخبة العربية. لدينا نخبة رائعة، لدينا نخبة النخبة في المدرسين العرب سواء كان ابتدائي إعدادي ثانوي تعليم عالي. الحقيقة فوجئت الكم الهائل من التجارب الضخمة، والحمد لله انضم إلى فريق مهارات القرن 21 بالعربي تقريبا كل المعلمين العرب، والجميل أنه تم عرض تجربة المعلمين العرب في عديد التجارب من خلال الحضور العالمي، وكان الحمد لله النجاح الساحق لهذا الفريق العربي وهذا التفاعل العالمي الذي خرجنا به من الإطار الصغير ربما، لأننا فعلا عالميين، ولكن كان هذا الفريق بالنسبة لي نقطة تحول فعلا، لأنني كنت من قدرات مدربين الكرام، فلنا المترجم ولنا من يقدم، أخيرا أصبح لنا من يعد الأغاني باللغة
الإنجليزية ويضع الموسيقى أيضا لفريق المهارات بأياد عربية. كم أنا فخورة بكل عربي مرة معي، والحقيقة الكل مرة، وإن شاء الله من لم يمر سيكون له شأن معنا. والمهم أيضا أنه للسنة الثالثة على التوالي لدينا تدريبات مايكروسوفت يؤسسها كل العرب، يعني تقريبا الحضور هنا معنا يعني ما أقول كل العرب نتقدم تجارب حول أدوات مايكروسوفت بالعربية وبالإنجليزية، ولكن كل من يقدم هو عربي، كل من يقدم عربي بالأساس، وأنا فخورة فيهم كلهم باسمه ولقبه. لكل من ساهم في إنجاح هذا الفريق، فريق كل العرب، أنا سعيدة جدا أن أمثل العرب عالميا وأخذ بيدهم، لأنهم بالأساس هم عالميين، وكانت لنا هذه النقطة. شكرا أستاذة هادية عامر الرياحي. شكرا أستاذتنا الفاضلة الأستاذة هادية عامر الرياحي، قائد ومؤسس فريق مهارات القرن 21، لما قدمتيه من بصمة في مجال الإبداع والتكنولوجيا، وما واجهتيه من تحديات بكل حب وصبر وإصرار حتى أصبحت مدربة متميزة في مجال التدريب. كل الشكر والتقدير لفريق مهارات القرن 21. شكرا أستاذة هادية. شكرا لكم وشكرا لكل حضورنا، وتحية خالصة جدا لمجموعة فلسطين للوضع الذي يعيشونه، كل التحية. شكرا أستاذتنا الغالية.